الأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد، يعني أعجبتني قصيدة له قصائد كثيرة في مدح الإمام علي وفي مدح الإمام الحسين عليهما السلام. استوقفتني هذه القصيدة، بقى حبيت في بداية الحلقة أنه هيك أقرأها بأسلوبي، بقى إذا بتريدوا. يقول: شرف ليس بعده شرف، شرف ليس بعده شرف، أنك الآن عرشك النجف. أيها المستفز أجنحة في رحاب الكرار ترتجف، شرف أن كل بارقة أو رفيف من رهبة يجف. بجناحيك أن خفقهما لعلي بالحب يعترف، شرف ليس بعده شرف، أنك الآن بيتك النجف. أن تكن قد وقفت مرتبكا فالنبيون ها هنا وقفوا، أو تكن جئت نازفا فأقل فالنبيون ها هنا نزفوا، وتواضع فكل أنملة ها هنا فوقها دم يكف. من علي ذي اليوم هاطلة تحتها الراسيات تنخسف، فاختصر إن تكن أتيت لكي تعلن الحزن أيها الكلف.